هذه مواضع قال لا تصح فيها الصلاة. أول شيء الأرض المغصوبة، أيضا كما قلنا قبل قليل لم ينهى عن الصلاة في الأرض المغصوبة لكن نهى عن الغصب، نهى عن الغصب، الغصب محرم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من أرض طيب طوقه يوم القيامة من 7 أراضين والعياذ بالله. فهذا الغصب حرام محرم، فهنا الغصب في ذاته محرم، لكن لو صلى في أرض مغصوبة على المذهب أنها لا تصح الصلاة، والقول الثاني في المذهب تصح مع الكراهة، وهذا قول الجمهور أنها تصح مع الكراهة. نعم.